من هو أندريه تشيفتشينكو؟ هو أندريه ميكولايوفيتش تشيفتشينكو، المواليد 29 سبتمبر من سنة 1976 في دفير كيفتشيتشينا في الاتحاد السوفيتي، لاعب كرة قدم أوكراني سابق، كان يجيد اللعب في مركز الهجوم أو قلب الهجوم، وسياسي أوكراني حالي. بدأ شيفتشينكو حياته الرياضية كملاكم ناشئ في منتخب الاتحاد السوفيتي للملاكمة. طلب منه أن ينتقل من الملاكمة إلى كرة القدم التي أبدع فيها. تحول شيفتشينكو إلى مهاجم بعدما كان مدافعا، وقد اختير من قبل بيليه كأحد أفضل 125 لاعب حي في جميع أنحاء العالم. في مارس 2004 قاد شيفتشينكو منتخب بلاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2006 لأول مرة منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي وإعادة توحيد جزئها الشرقي مع روسيا الاتحادية. حصل شيفتشينكو على جائزة أفضل لاعب في أوروبا سنة 2004. كان شيفتشينكو أفضل لاعب مهاجم في ذلك الوقت، مع وجود أسماء كبيرة مثل الإيطاليان فيليبو إنزاغي وأليساندرو ديل بييرو، وكذلك في وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ الميلان، كما منحه الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشيما في نفس العام لقب بطل أوكرانيا. ويعتبر شيفتشينكو أسطورة أوكرانيا دون منازع، وأحد أهم مهاجمي كرة القدم بتاريخها. وقد اختير شيفتشينكو مع نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو أهم مهاجمين في العقدين الأخيرين. انتقل من نادي ميلان إلى تشيلسي الإنجليزي صيف 2006، إلا أنه واجه العديد من المتعة أو الأداء الجيد ولعب مع إلا أنه واجه نعم العديد من المتعة والأداء الجيد ولعب مع تشيلسي من سنتي 2005 2006 حتى 2009 2010، خصوصا أن علاقته بالمدير الفني البرتغالي للفريق جوزي مورينيو كانت جميلة جدا. صرح شيفتشينكو بنيته إنهاء مسيرته الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه انتقل في سنة 2009 إلى فريقه السابق بعد 10 سنوات من التألق والهيجان والتوهج في الملاعب العالمية والمحافل الدولية. عاد إلى فريقه دينامو كييف لإنهاء مسيرته الكروية عن عمر ناهز 35 عاماً.